يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول: والدي يدخل عليه وقت الصلاة وهو لا يزال في داخل المستشفى في غرفة غسيل الكلى، فماذا يفعل في الصلاة التي دخل عليه وقتها، وما هو التوجيه حفظكم الله له حيث إنه مهتم لشأن الصلاة جدا؟ جزاه الله خيرا وأعانه وأثابه. إن كان يبي يدخل الغسيل بعد دخول وقت الظهر، في أول وقت الظهر، فإنه يصلي الظهر والعصر جميعا جمع تقديم ويدخل الغسيل، أو يبي يدخل الغسيل بعد دخول وقت المغرب فإنه يصلي المغرب ويجمع معها العشاء جمع تقديم ويدخل الغسيل. أما إذا كان بالعكس، يدخل الغسيل قبل دخول وقت الأولى، قبل دخول وقت الصلاة الأولى، فإنه يؤخر الصلاة الأولى ويجمعها مع الثانية في وقت الثانية جمع تأخير. نعم.